أكيد عليه ميتين مميزين كهرباء، الواحد بيلعب شبه يسار الشافي. لا لا طبعا بالشافي، لاعب ممتاز هذا يعني، يعني في كثير لاعبين مثلا اشكالها مثلا كيف بنطلع مع اشكالها. هلا انا لاعب كبير كابتن شيكابالا يعني، ما يعني انا كنت اتابع لهم اسم كبير يعني بالدوري الرسمي وحتى عن جمهور الزمالك، اكيد كنت بحب العب بجواره، بس هي توفيق على رب العالمين. اي دوري متحدي احسن في كلا دوري السنه؟ والله الدوري الانجليزي باذن الله، باذن الله يعني دوري قوي يعني، مثل ما بنشوف اللعيبه المصريه كلها بالدوري الانجليزي. انت اذا اديت مع نادي الزمالك ومع المنتخب بشكل كويس وبشكل ممتاز، اكيد يعني انه فيك تحترف في اي دوري في اوروبا، بس يعني انه انا طموحي الدوري الانجليزي. هلا الواحد مو بيتسرع انه خلص بيروح على الدوري الانجليزي، اكيد هذا مشوار بدك تمشي خطوه خطوه يعني، مثل ما تطلع على السلم تطلع درجه درجه، اكيد بدي اطلع على درجه درجه، وان شاء الله الله يوفقك جميعا.